صباح اخوي بخير، شحال تاكل؟ 74000 ريال. اللي عطاوك شحال كلام البيع؟ 94. لا غرفت صوب السوق والمليح تبارك الله. هذا ديالك؟ شحال قصير؟ شحال تيطلف هذا؟ شحال تيطلف فيه؟ شحال هذا العربي؟ هذا تهدر منك من 8-4 اليوم السوق راه شوية السوق شوية هنا السوق هنا ما كاينش شاري شي علاش باش هو السوق دابا هنا عاد الناقص عاد الصبيبية تيتقاسحوا بعضيات والله العظيم المهم باش الشنخة خدام من يد ليد ملي يجي يتحرك الشاري وهو المنشودة تتحرك مرة جرى لك ولادها وراجلها وتتعمو بزحة زعما الناس كيشريو من دابا؟ ها لأن الشراء وكان يشرى في الكبارة ونور تنين ربع الف ريال؟ شي على شي اللي عجبتك جرى اللي عجبتك جرى اللي عجبتك جرى 42 42 الف ريال العجاب سبحان الله ويلي هادو دابا تيديهم 2100 درهم هادو دابا تيديهم غير اللي تي مبليين بالنعجة كاين زعما ما شارفينش ما شارفينش لا ما شارفينش كبيرة طيب الشحمة كطيبة كطيب ولا كانت ضعيفة كطيب وخا تكون صغيرة وخا تكون صغيرة هادرة كبيرة على هادي دابا انا الاول يقول له اطلق لي الفيديو نتفرج فيا انا40 الوالد انا 72 الف ريال الواحد راه عندها معنى صافا خير شحال الثمن هذا 27 شي على شي دروم يعني هذا وفي عندك عطانا 28 اليوم الاصل ديال تما عايشين هنا في المغرب شو تسمون هذا؟ ها؟ 110 110 بجوج سلوا 500 درهم بجوج خويا شحال الثمن هذا؟ غير اللي بغيت 54 درهم حاشم درهم شحال؟ الجملة كانت 54 درهم 54 ريال كيداير؟ سير الله يسهل عليك شنو تبقى 54 56 اش تصغر محمد او ما هنا الناس
عبقادر لا من داش خصني فلوسي وانا شي واش تخثر من داش خصني فلوسي وانا شي غير مربوط واش تخثر 110 110 سلام 500 درهم شوف ما زول خوا. هذا اللي جالس. أوه يا يس. هو الزين. يا سيد يا مهدا. أمير حسين. الله أشهد. ما شنو داير في السن؟ هذه ستاف هذه جامعة شنو عطاك في هذا؟ 56 كلهم أنا يظهر تبارك الله يبارك مليح قاع بلا ما تقرا يلا وزنا أبو حوزي شوف لي دغيتها 25 درهم ودي زي سرمان بزاف يكسو ميخ 50 درهم هي 20 جوج كيلو يا عبد الله يا شتي شنو درهم عطوك 3000 و100 درهم شحال الكلام البيع 3500 درهم 70000 ريال